يا جابر كل كسير أجبر اليوم خواطر المكسورين وأجبر قلوب الحزانى والمهمومين اللهم اجبرنا جبرا يتعجب منه أهل السماوات وأهل الأرض اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ولقاؤك حق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا وترضيه به عنا اللهم اجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك مغفرتك ورضوانك اللهم اجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أتباع سنة سيد المرسلين اللهم إنا قد اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا فاغفر لنا كل ذنب واستر كل عيب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها يا جابر كل كسير أجبر اليوم خواطر المكسورين وأجبر قلوب الحزانى والمهمومين اللهم اجبرنا جبرا يتعجب منه أهل السماوات وأهل الأرض يا مؤنس كل غريب ويا صاحب كل وحيد ويا ملجأ كل خائف اللهم ارزقنا لذة مناجاتك حتى لا يكون لنا هما غيرك اللهم اجعل لنا من أمورنا فرجا ومخرجا إنك على كل شيء قدير اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا واجبر قلوبنا واجبر مصائبنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين اللهم انصر الحق وأهله واهزم الباطل وأهله واجعلنا من أهل الحق ما حيينا وثبتنا على الحق وثبت الحق بنا اللهم أحينا موحدين وأمتنا موحدين وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يا رحيم اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وعليك بأعداء الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.